انا من الجيل الذهبي حيت طفولتي دوزت بحال هكا. نتقى باي ميكا فيها القراعي بدون سبب. الماء الروبيني خاص ندخلو في التقبه ونبقى مركز، نلقى مقابط نديرهم في صباعي ونتخيل راسي شرير حتى يحمارو ونحطم. ما نتمشاش بحال الناس، نتمشى هكا. ميكا خاص نقلع بها برجليا، نحاول نحل الباب باليد اللي هز بها الكاس، ولا ما بغاش نحلو برجلي، نسالي من كانيطه نرجعها كره ولا نرجعها وسيله للنقل. هاد الشطحه هي اللي ما بغاتش تفهم ليا. الماء خاص يهبط وسط صباعي ولا قاص صبعي نحس براسي خسرت، نهبط الدروج عادي حتى الثلاثه الاخرين ونقز. نبقى ندور هاد الصمطه ديال الكرطابل حتى نوصل للاخر ديالها. الا كان عندي قلم وقومه خاص نرجعهم فرفاره مثلا. ساروت في يدي ما خاصش يحبس من الدوران حتى يطيح، يدي خاص تبقى غاديه تحك ونحس بالفيبرور. نتمشى فوق اضيق بلاصه ونحاول ما نطيحش ونخلي على البلاصه السهله. دابا قول لي واش انت من الجيل الذهبي ولا من الجيل ديال دابا ديال التكنولوجيا ولا طابلات البلاي؟ انا بعدا راكم شفتو، ارسلها حتى شي صاحبك دوز معاك هاد الوقيتات الزوينين.